السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم الدرس ديال كيفاش تفتحوا طوق من الفوق. من هنا دابا وصلنا لآخر مرحلة، هي هذه. هنا غادي تاخذوا العبار. أول حاجة فاش توصلوا لهاد المنطقة هذه، خذوا العبار ديال ربعة الأصابع، بحال هكا ربعة الأصابع. من هنا ربعة الأصابع، يبقى لكم غير هاد البلاصة هنا. دابا شنو الطريقة اللي غادي نستعمل؟ اول حاجه غادي نقلب، غنقلبوا دابا الخدمه كامله، غتقلب. هذا هو الظهر ديال الخدمه. هنا فين كنا مكفينها في الاول كيفاش غادي تخدم. دابا هنا من بعد ما خدينا مقاس ديال ربعه الصبعان هنايا، دابا غادي نقطعوا هاد البلاصه. هاد اللون صراحه ما واضحش في الكاميرا، ولكن كنتمنى يكون شويه شرح واضح. هنا دابا غنقطع بهاد الشكل هذا. من هنا من هاد الراس ديال هاد الخدمه، حاولوا ما تدخلوش هنا بزاف باش ما يوقعش لكم شي مشكل. بهاد الطريقه حتى وصلنا تقريبا هنايا، حيت دابا حنا غادي نقلبوا الخدمه. علاش حنا قطعنا هاد التقطيع؟ دابا غادي ناخذوا بريكه باش غادي نحرقوا هاد ثوب باش ما يتخسرش لينا من بعد. الطريقه مزيانه لان احنا ما غاديش نقدروا نستعملوا الماكينه ديال السورجي، فكنحرقوا بريكه افضل من انه من بعد يتسرب. الطريقه جيده جدا هكا، حرقنا هادشي. دابا هذا هو الظهر ديال الثوب. نقومو بنفس العمليه هنا، نفس العمليه هنا. انا نقطع بلا ما صايب. دابا فاش حرقنا هاد الثوب، دابا غادي نقلبو هذا هو الظهر ديال الخدمه. هذا هو الظهر ديال الخدمه، دابا غادي نقلبوه هكا. نتمنى هادشي يكون واضح بحال هاد الطريقه هادي. وغناخدو الخيط اللي كنا خدامين بيه، هاد الخيط اللي كنا نبلنا بيه في الاول هو اللي غادي نبلو بيه هاد الخدمه، لان احنا دابا هنا غادي نخدمو بالمقلوب. غنخدمو هذا هو الظهر ديال الخدمه، هنا دابا غنبداو نخدمو بالمقلوب. هنا انا غادي نبداو نخيطو، انا غادي نبلو هادشي باش ما يتحلش، باش تجينا الخدمه متقونه. هذه هي اسهل طريقه باش تفتحوا طوق من الفوق. هكا نستعملوا نفس الطريقه في الجهه المقابله، نفس الطريقه غنشدو غنثنيو بحال هكا وغادي نخيطو. فاش غنبداو الخدمه غنبداو الخدمه بحال هكا بالمقلوب. انا غادي نوريكم الطريقه. فهنا دابا غادي نثبتو العمل بالفنيت، ضروري هذه هي اهم عمليه، خاصكم تثبتو مزيان الخدمه. قد ما ثبتوها مزيان قد ما غتجيكم الطريقه، العبار ديال الجناب غيجيكم مقعد. ثبتوا الفنيته مزيان هنا كذلك. نديرو هنا فنيته وهنا فنيته. دابا غادي نكملوا الخدمه عادي بحال هكا على الظهر ديال الثوب. هذا هو الظهر ديال الثوب، غادي نبداو نخدمو هكا باش ملي نركبوا القب في الدوره اللي غادي يدور تجينا الخدمه هي هذيك مقاده. انا غادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش تصايبوا هاد اللوايه وهاد الخدمه هذه في الفيديو الثاني ديالي اللي غادي نصايب. غادي نوريكم طريقه اللوايه وهذه، وفي نفس الوقت غادي تعرفوا كيفاش هاد نصف طوق هنا غادي يتحل. هاد البلاصه كيفاش غادي نحلوها. هنا خاصكم تقسموا الخدمه على جوج، يعني ما نبقاوش غاديين بحال هكا نيشان، غاديين بالجوزه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. الجوزه غادا تقسم على جوج، كنحسبوا وكنقسموا الجوزه على جوج.
كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ما تبخلوش علينا بجام والكومونتير. بطبيعة الحال اي واحد بغى يسول اي سؤال تقدروا توضعوه في التعاليق، وحنا كنجاوبوا دائما على الاسئله، وكنعتذر من الناس اللي الا ما جاوبتهمش فما كيكونش الوقت كافي باش نجاوب على تعاليق كاملين، تنعتذر من الناس. وشكرا على المتابعه.